العابد. نواف العابد بديلا في هذا التوقيت لمحمد البريك. اوراق يزج بها الروماني. سالم بكره لدى نواف. التعادل الايجابي، هدف مقابل هدف. كره تلعب، سالم مر كره لدى نواف العابد. نواف مع عبد الله اليوسف. يوسف يبعد كره، تشهد تقدم البليهي. ايضا هيون كره القائم الاول. نواف العابد يرسل كره اخرى، محاوله لامست وركله جزاء. الدقائق تستمر وهنالك دقيقتين. اي كره ضاعت يا سعدان؟ قلت بان السيناريو راح ثلاث. هكذا الامور تسير ونحن نتجه نحو من كانوا في تصدي للعديد من الكرات. سالم الاياسر يفرض سياده الفوز والفرح دائما كعادة الزعيم.